ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفرح. النهارده هنضف معاكم الفضة، ونفس الطريقة دي نقدر ننضف بيها كمان الذهب. وزي ما احنا شايفين كده، بصوا يعني دي الفضة بتاعتي. عايزة اقول لكم ان انا بس ده المنظر ده عشان هي كانت مركونة، يعني كنت بس عيناها، مش كنت يعني مش من اللبس او كده. وممكن برضو من اللبس، برضو نفس الكلام، الطريقة دي كمان هتنفع وهتنفع للذهب. وهعمل معاكم كمان تجربة على الذهب، هترجع الفضة جديدة زي ما جبتيها بالظبط. بصوا انا هنا حطيت مية سخنة. عايزة اقول لكم الطريقة دي جبتها من محل فضة ومحل ذهب، هما دي الطريقة اللي هما بيستخدموها على فكرة. هحط هنا بقى معلقة مليانة من البيكربوناتو، اللي هي بيكربوناتو الصوديوم من عند العطار، وتقدري تحطي اكتر من كده كمان لو انت عايزه كمان، يعني عندك كميه كبيره او الفضه عندك محتاجه يعني تنظيف اكتر. حطيت هنا بقى معلقه برضو من برسيل الجل، تقدري تحطي البرسيل العادي عادي جدا او اللي هو المسحوق المواعين. وهنبدا كده بسم الله ننزل بقى بكل يعني ايه الفضه اللي عندك كده. عايز تعمليها واحده واحده برضو مفيش مشكله، انا عايزه اوريكي بس النتيجه النهائيه. بصوا بتتفاعل ازاي. طبعا بيكربونات هو اللي بيعمل كده، الميه السخنه اساس. طبعا البرسيل او الاريال او الحاجات دي بتدي كمان يعني نظافه كده ولمعان. هنبدا ان احنا بقى لازم نقلبهم مع بعض كويس جدا، وهوريك بقى في الاخر. طبعا مش بتقلبيهم بايدك خالص، انتي طبعا بتسيبيهم كده مع بعض وبعد كده بتقلبيهم بحاجه معدن عشان طبعا الميه سخنه. بجد الطريقة دي يعني حلوة جدا، انا مجرباها قبل كده، وكمان جربتها في حاجة صحابي كمان، كان يعني عجبهم قوي بصراحة النتيجة، قالوا لي احسن ما بنوديها لمحل الفضة. ما تنسوش كمان لمحل الفضة ليه طريقة كده، ليه جهاز بيعمل بيه او مادة بتكون هي ما بتتباعش غير يعني ما بتتباعش غير لمحلات الذهب والفضة فقط. المادة دي بتبقى يعني مادة كاوية، دي بتبقى بقى للحاجات الصعبة جدا في الفضة، وساعات كمان بيدخلوها في مكان بتاخد من ميزان الذهب والفضة، يعني بتاخد منه. تقدري ان انتي تنزليهم واحدة واحدة او كلهم مع بعض زي ما انا عملت كده، وكمان هعمل لكم كمان الذهب. حسيت ان انتي محتاجة تنضفيها اكتر، ممكن تزودي البيكربوناتو ويعني او تتكرري التجربة مع مية سخنة برضو، نفس اللي انا عملته كده بالظبط. هنا بقى احط معاهم الخاتم اللي هو الذهب. بصوا يا بنات انا حبيت بس اوريكم الميه، بصوا بقت عامله ازاي، بصوا الميه بقت متعكره ازاي. ده دليلي ان الفضه نزلت كل اللي عليها ونضفت جدا. بصوا بقى انا حابه اوريكم بعد لما الميه بردت، بصوا، ولسه كمان هعمل خطوه تاكيديه ولسه هجيب لكم بقيه الفضه اللي انا حطيتها والخاتم الذهب كمان. بصوا كده لمجرد بس ما نقعناهم في الكربوناتو والميه السخنه والبرسيل الجل، لسه بقى في خطوه تانية عشان بقى بصوا يعني تجيب من الاخر بقى وتقعد فتره طويله معاكم متغيرش. وفي الخطوه التاكيديه بقى هستخدم بيكربونات الصوديوم ومعاها برسيل جل، بس بقى الزياده هستخدم الفرشه دي بقى، بستخدمها لما بيكون الفضه محتاجه تتنضف اكتر، بتدي نتيجه حلوه جدا. تعالوا بقى كده نتفرج مع بعض على نظافة الفضة، بجد يعني بأبسط التكاليف عملتيها في البيت من غير ما تروحي لمحل الفضة خالص. بصوا حبيت اوريكم في دي اوضح برضو بتلمع ازاي. نشوف دي كمان، بصوا الجمال. اصلا انتي هتتفاجئي بالنتيجه، مش هتصدقي ان انتي يعني انتي اللي عاملاه بنفسك، انتي هتفكري ان انتي وديتيها يعني الحاجات دي لحد بتاع ذهب او بتاع فضه.
عايزه بس اقول لكم معلومه، ان انتوا ما تزعلوش لما تلاقوا الفضه بتاعتكم لونها غير، ده دليل على انها يعني بتشيل الطاقه السلبيه وبتشيل السموم من الجسم. الفضه مفيده جدا لجسمنا، الفضه افيد من الذهب كتير لجسمنا. فلما تلاقيها ان هي غيرت من اللبس او كده ما تتضايقيش، لان ده حاجه يعني مفيده ليكي، ان هي سحبت السموم والطاقه السلبيه من جسمك، فكده يعني انتي تبقي مبسوطه. يعني شوفي بقى اللولي القمر دي، بصوا لكل حاجه، يعني هي التفاصيل الصغيره خالص. لا انا بجد انا مبهوره بالنتيجه، على فكره مش اول مره ان انا اعملها، وكل مره بنبهر بالنتيجه. وكمان بحب ان انا جدا اعمل لاصحابي اي حد عنده الفضه بتاعته يعني متبهدله او كده غيرت لونها، انا بحب قوي ان انا اعملها، لان الموضوع ما بياخدش مني وقت وما بياخدش مني اي مجهود. انا كنت مبسوطه خالص وانا معاكم، وانا عارفه ان انا بقالي كتير غايبه عنكم، بس سامحوني، انتوا عارفين ان انا ساعات بغيب كده وبرجع، بس ما اقدرش استغنى عنكم طبعا، لان انا بحبكم وانتوا بتوحشوني، وبيوحشني دعمكم وكلامكم الحلو، وببقى مبسوطه جدا لما بتسالوا عني. انا سهيله موسى، باي باي حبيبي. تحبوا الفيديو التاني نجرب على الاكسسوارز اللي هي بتكون اكسسوارز مش فضه، تكون ستانلس ستيل او حتى مطلية بقى، او اللي هي البلاتين، اكتبولي بقى في الكومنت.